مرحبا يا حلوين، أنا كريم وما ينشغل بالكم علي. سافرت مع رفقاتي على البحر أسبوع زمن وبرجع. أنا أصلا قفلت موبايلي لأنه بدي أريح راسي من المشاكل اللي صارت بيناتنا. لو لعبت يا زهر واتبدلت الأحوال وركبت أول موجة في سكة الأموال أروح لأول واحد عامل معايا صح أنا فيا قوم هفوا لدرب الكما فإما حياة تسر الهدى وإما ممات يغيظ العدا وإما ممات يغيظ العدا.
أنا بخفيها وموصي على أسيد أسبوع زمن وكريم بصير مثل سائل الجلي وبعدها على البلوعة، لا مين حاس ولا مين دري. بابا حتى جهاز تنصت بطاقة لبرعي. بابا هلا مو وقته، بعدين بشرح لك. متأكدة من هالكلام هذا؟ متأكدة. بابا بصحة كريم. يلا يلا يا بنتي يلا.